أهلاً بشهر الصوم والغفران. أهلاً بشهر الصوم والغفران، فاستبشري يا أمة الفرقان بقدومه، ولتكرم الضيف الذي إكرامه من عقدة الإيمان. يا مسلمون سلوا الإله بلوغه في صحة وسلامة وأمان، صومه إيمانا كذاك قيامه، والأجر فاحتسبوا من الرحمن. فإذا رأيت هلاله فقل الذي قد قاله المعصوم من عدنان: من لم يتب في شهره من ذنبه فهو الذي قد باء بالحرمان. قد شمر العباد في شهر التقى بتهجد وتلاوة القرآن، وزيارة البيت العتيق لعمرة وتصدق ودعاء ذي الإحسان. وكذا اعتكاف القانتين بمسجد، فاسلك طريقتهم أخا العرفان. وكذا اعتكاف القانتين بمسجد، فاسلك طريقتهم أخا العرفان.